على كل عام في 63 يعني في الحقيقة في الجداد يعني كان قضية وزير الصحة الإنسان وهو تنظم بعض المناشط يعني انتقدنا فيه من الحكومة وانتقدنا يعني توجيه نتاع حكومة يعني سمعت بن بالله يقول باللي كان عنده جيش وعنده منظمة ما كان عنده ما عنده جيش كانوا جماعة إخوان قلال هم كلهم يديروا ما يعشتهم ينتقدوا يعني هذه ترى المسألة الأخرى هو يتهم باللي كانت مكيدة هي ما كان لها مكيدة لا كنت خارج سمعت ماشي من الحلاق هم في حيدرة هم لاحظوا مجمع الطوبين احنا داش وسمعت هذا وسمعت كان من الجماعة اللي يخدموا في لابيستي فرانسيز نهار اللي قدمنا في الطيارة نلقاو في لابيستي فرانسيز وجا الاستقلال ولا من الشرطة نتاع بن بلا فهمت والعمر جنب عند بن بلا السؤال اللي يسأل الإنسان أنا إذا اختطفت في الطريق أنا وداني مثلا في فيلا كذا من بعد مشي ناس مثلا من الجزائر كولم بالشهر كولم بالشهر للصحراء التيميمون وزيد عرجع لزعله كلهم عندنا واحد الشهور واحد الشيء اللي سال عليه الانسان واللي الان سال عليه لماذا بن بلا اللي كان له الصلاحيه بيقل لي القبض بصفه رسميه فهم يعني التجا للخطف في الطريق وهذيك الليله ما كنتش هاني لان قلت انا اذا كان عمل هذا العمل ربما كان عنده افكار اخرى وما نعرف الان ما هي الافكار تاع بن بلا لماذا هذا الاختطاف لماذا تخطف انسان انت عندك الامكانيات تجي تخلي في دارك تلقى الكواغط ولا دير الكواغط ولا كذا ما كان ولكن لا بن بلا يوصل لهذه الدرجه وتاسف من الناس كما هذو اليوم يدعوا بالديمقراطيه وحقوق الانسان وكذا وكذا السبب ونهار اللي خرجت من السجن مع بن بلا دار تصريح للصحافه قلنا مرة بن بلا يقول دات ما كذا ما دات ما كذا ما كان وانما انتقام فهم وانتقام ربما اللي كان حذاء ربما من ديال في الوقت ديالي هذه ما دات لان تخطف انسان من الطريق وبغيت نلقاوك ميت كان كذا قلت له واحد صديقتنا اللي في فرنسا قلت انا ظنيت بهذيك الليله راح ينقضوا عليك هذه مسائل معروفه يا هل ترى التصريحات في وقت هذاك الوقت اللي زوج ثلاث اتصلت بجماعه منهم بالقائد هذاك الوقت كان معنا داروا يعني تصريح لاجونس فرانس بريس كملت القضيه غطاها يا هل ترى بلي كانت عنده نظريه اخرى ما هو راح الانسان كيف ما عرفش ونسيت حاجه اخرى اللي دهش فيها وهي في 64 نهار اللي خرجت انا من العاصمه مشيت لعمليه تقسيم كنا باش نخرج للحدود فهم راه لقى القبض على مرتي على زوجتي ولا خويا ولا نسيب وكنت دخلهم في الحبس وهذه مسائل اللي في الحقيقة يعني وش نقول لكم الأسباب ما هي الأسباب وهي المضادة وهو الانتقام وهو الخوف يعني ربما هاد الشيء يدير السلطة تفيد السلطة أنا ما كان عندي حتى ناس هذه كيفاش وقت هذه المسألة تاع الاختطاف وهذه النهاية تاعها ما اللي خرج كذلك كما نهار كما خرج كان واحد الوقت كان واحد فرنساوي ويسكابي يقول كانوا بعض الناس يتقبلوا بغير سبب ويخرجوا بغير سبب هذا هو الشيء اللي واقع وزعمي تبعتني لسويسرا بعثني قال لي سويسرا ومن بعد رجع في راي وكذا وكذا على كل هذه مسائل يعني يصف لها الانسان لانها ماشي اعمال نتاع ناس في مستوى نتاع حكم مهما يكون الحال ولو كانت تكون يعني خلافات ما بيناتنا ولا انتقادات ولكن ما كان حتى انسان بالك سلاح ولا جاي وربما كان يزيد يعاودها وهذه رجعتني تعطينا لي الحافه 64 غير باش ما ننتعش في القبضه نتاع من يوم يخرج وعباس كان تقرا الكتاب نتاعو كيفاش لقاو عليها القبضه وهي بكذا اخرى اجمعوا عليه للدار وكذا القوانين وكذا ومن الاحترام تاع حقوق الانسان كذا ما كانش زيد حاجه اخرى ظل ثاني كذلك كان مسائل اخرى بيقول الانسان وهو في الجزائر في وقت الاستقلال في 62 قبل 63 كان قاضي اخر مشيت للمسيله مثلا باش نشوف البلاد نتاعي جا زبير يخطفني قدامي لباتنا على سياسته سياسه موشتيكي سياسته سياسه موشتيكي هكذا قلت له شوف هذه ماهيش مساله تاع السياسه كان عندك القوانين عندي فقط هذه هي المصايب اللي في اوائل في الايام الاولى نتاع الاستقلال مع الانسان يحترم انسان وكذا انا هذا نزيد نقول لك حاجه اخرى اللي تنس بزاف وهو من بعد الاختطاف نتاعي كاينش ما كان احتجاج ابدا مع ذلك نعرف شخصيتي احتجاج ما كانش والا جالس ديك في هذا عمرنا الانسان الوحيد اللي يتكلم في لاسامبلي هو ولد حمد قال يقول لي كيفاش سي محمد لقوا عليه القبض يجي يسيب انسان نعرفه من المناجم تاع بوزواريج راح لبن الزين اللي راه الان مسؤول نتاع الباكس كان المدير نتاع الجي ريبوبليكا قال له غير دير خطوه الطريق قال له خويا بالنسبه الشخصيه ما دون هذا
يعني هذا يضيف يعني مستوى للصافي، هذاك الغموض الموجود هذاك الوقت. وانا فهمت قضيه باللي ان الشعب الجزائري والاوطان نتاعو الحيه ما بقات لهم حياه في هذاك الوقت. الانسان اللي ما يدافعش وما يحتجش على مسائل كما هذه هذا يقبل غدوه يكون وهذاك السيد هذاك النهار بدل انتم الشيوعيين وبدل الله بيقول لكم يلقى معركه مثل ذا حتى واحد يدافع عليكم. Président du Conseil, Ahmed Ben Bella. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense nationale, Hawari Boumdien. Vice-président du Conseil, Mohamedi Saïd. Vice-président du Conseil d'État, Rabah. ministre d'État, عمر أوزقاد مينيستر دو لا جوستيس حاج اسماعيل محمد الهادي مينيستر دو لورينتاسيون شريف بالقسم مينيستر دو لانتيريور مدغري احمد مينيستر دو ليكونومي ناسيونال بومعزة بشير ministre de l'agriculture Marcès Ali ministre des affaires étrangères Bouteflika Abdelaziz ministre des affaires sociales Naqash Mohamed Sghir ministre de la reconstruction et des travaux publics Boumenjil Ahmed مينيستر دي بي اي تي زيبك عبد القادر مينيستر دي حبوس توفيق المدني مينيستر دي توريزم قايد احمد